السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلتي أتعلم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة. اليوم سنتعلم أسماء تجهيزات المطبخ باللغة العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. ثلاجة، هذه ثلاجة. فرن، هذا فرن. فرن موجي، هذا فرن موجي. غسالة الأواني، هذه غسالة الأواني. غسالة الملابس، هذه غسالة الملابس. موقد الغاز، هذا موقد الغاز. قنينة الغاز، هذه قنينة الغاز. شفاط المطبخ، هذا شفاط المطبخ. محمصة الخبز، هذه محمصة الخبز. آلة القهوة، هذه آلة القهوة. خبازة كهربائية، هذه خبازة كهربائية. غلاية كهربائية، هذه غلاية كهربائية. خلاط كهربائي، هذا خلاط كهربائي. خفاقة كهربائية، هذه خفاقة كهربائية. سخان الماء، هذا سخان الماء. مشواة، هذه مشواة. والآن هيا نلعب. أين الثلاجة؟ صحيح. أين موقد المطبخ؟ نعم. أين قنينة الغاز؟ ممتاز. أين الخلاط الكهربائي؟ جيد. أين غسالة الملابس؟ أحسنت. أين غسالة الأواني؟ بالفعل. أين المشواة؟ ممتاز. أين الخلاط الكهربائي؟ جيد. أين الفرن؟ نعم. أين الفرن الموجي؟ صحيح. أين سخان الماء؟ بالفعل. أين الغلاية الكهربائية؟ ممتاز. أين شفاط المطبخ؟ نعم. أين آلة القهوة؟ أحسنت. أين الخبازة الكهربائية؟
بالفعل. أين محمصة الخبز؟ ممتاز، لقد انتهت حلقة اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. اضغطوا على اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناة Arabic Immersion. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مع السلامة.